حتى الآن هو مصر تعتبر حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية إن هي في الدول متوسطة الإصابة أو منخفضة الإصابة، لكن المنحرف مصر اتخذ بعض الإجراءات المتسارعة خلال الأسبوع اللي فات. يمكن لاحظنا إن مصر مثلا خلال شهر مارس بس فقط كانت هي معدل الإصابة فيه بشكل كبير. يمكن بداية مارس كان 1 مارس تقريبا كانت وزارة الصحة كانت بتنفي إن وجود حالات موجودة في مصر من فيروس كورونا. في نفس اليوم الوزيرة توجهت للصين لتقديم الدعم المصري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية الصين، وبالفعل في نفس اليوم بالليل سجلت مصر أول حالة إصابة كورونا لصيني موجود في مصر، وقعد 14 يوم في العزل وخرج. يمكن دي الحالة أول حالة، وأول حالة خفت في مصر. بعد كده التسلسل بدأ في تسارع بسيط، يعني المنحنى ماشي بشكل 15 حالة جديدة 20 حالة جديدة. فضلت مصر ثابتة فترة يعني حوالي 10 أيام في المعدل اللي هو 40 حالة إصابة جديدة، مع حالات الوفيات حالتين ثلاثة. لكن في الأسبوع الأخير من شهر مارس، أو تحديدا مع دخولنا شهر إبريل، بدأت الحالات في تزايد كبير. بدأت بتسجيل 85 حالة في أول تصاعد كبير. في اليوم اللي بعديها سجلت مصر حوالي 152 حالة في تسارع أكبر. اليوم اللي بعده طبعا شهد انخفاض في الحالات، رجع للمعدل الطبيعي بتاعه اللي هو كان 85. بعدها مصر قفز الثاني ل 120، وامبارح كان آخر حاجة مصر بسجلها 128 حالة جديدة. معدل الإصابات بدأ في تزايد، لكن الأزمة الحقيقية في مصر في معدل الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات. يعني بنتكلم إن إحنا حتى الآن 95 حالة وفاة بالنسبة لمعدل الإصابات اللي هو وصل لحوالي 1400 حالة إصابة. ده معدل كبير مش قليل، يعني بيوصل لحوالي 8% تقريبا من معدل الإصابات أو 7%، فده معدل كبير. ده أسبابه إن حسب يعني إجراءات الصحة أو وزارة الصحة إن الحالات بتروح للمستشفيات متأخرة. معظم الحالات اللي مصر اكتشفتها كانت حالات مخالطين، حالات لأجانب موجودة في مصر. يمكن كانت أكبر أزمة في منحنى كورونا لمصر كان الكشف على السفينة اللي تم اكتشافها في الأقصر اللي كان فيها 55 حالة، ودي كانت أكبر نسبة حالات مصر سجلتها في بداية أزمة كورونا. من بعد السفينة بدأت مصر تسجل معدلات عالية لأن حصل عملية المخالطين، وهنا إن معظم الحالات اللي بيتم اكتشافها في مصر هي حالات مخالطين سواء في التعامل اليومي أو مخالطين من خلال وسائل المواصلات أو وسائل الانتقال أو من خلال القرية أو من خلال المكان. ويمكن في الدولة حاليا دلوقتي في إجراء كبير جدا إن الدولة بتعمل الصف الثاني بتجهزه لموضوع فيروس كورونا. يعني دلوقتي خلاص اعتبارا من اليوم الأربعاء إن الدولة هتعتمد على المدن الجامعية ونزل الشباب لإجراءات العزل للحالات اللي متوسطة الحرج أو متوسطة الإصابة أو لا تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، متحملة للفيروس لكنها لا تحمل الأعراض اللي هي طبعا بتستدعي دخول حالات حرجة أو أجهزة تنفس صناعي. عندنا في مصر حوالي 113 مستشفى جامعي، فكل مستشفى جامعي بدأت يبقى فيه مستشفى خاص لفيروس كورونا. يعني كل جامعة في مصر، احنا عندنا حوالي 26 جامعة حكومية في مصر، دلوقتي بقى فيه 26 مستشفى خاصة لفيروس كورونا، وبالتالي ده الجزء الثاني. أيضا الدولة تعمل في الوقت نفسه على المرحلة الثالثة، السيناريوهات القادمة. طبعا نأمل وربنا يعني يسترها على مصر وعلى كل دول العالم ان الدولة بتحط السيناريوهات، لكن احنا نتمنى ان احنا ما نوصلش حتى للسيناريو الثاني اللي هو المستشفيات الجامعية. لكن برضو بدأت دلوقتي الدولة تجهز مستشفيات القوات المسلحة والشرطة كمرحلة ثالثة بعد المستشفيات وزارة الصحة كمرحلة أولى، اللي هي شغالة دلوقتي. احنا عندنا في كل محافظة في محافظات مصر مستشفى تابعة لوزارة الصحة، مستشفيتين، مستشفى للعزل الصحي والإصابات ومستشفى للعلاج، لأن في فصل ما بين الاثنين. معدل الوفيات بالنسبة لمعدل مقارنة بالنسبة الإحصائية لعدد الإصابات في مصر هي نسبة كبيرة جدا، يعني 95 حالة ده نسبة كبيرة. هناك عدة أسباب.
لهذه ارتفاع النسبة أو اللي سبب ارتفاع الوفيات بالنسبة للإصابات في مصر. عندنا رقم واحد إن وزارة الصحة قالت إن عدد الوفيات من ضمنها 30% وتوفوا قبل الوصول للمستشفى، وده معناها إن في يعني في خلط ما زال عند الناس ما بين أعراض البرد العادية أو أعراض البرد الشديدة وما بين فيروس كورونا، وبالتالي الناس بتنتظر فترة طويلة في المنزل أملا في العلاج على اعتبار أنه هو برد شديد، وبالتالي فبيروحوا المستشفى متأخر فبيتوفى، بيحصل حالة الوفاة بعد اكتشافهم في المستشفى. ده جزء. الجزء الثاني أن هناك نسبة ليست بسيطة في الإصابات الذين لديهم أمراض مزمنة ولديهم ضعف في جهاز المناعة. أمراض مزمنة يعني بكل أشكالها، سواء كانت كبد، سواء كانت أمراض قلبية، أو سواء كانت سكر أو غيرها من الأمراض اللي هي بتضعف جهاز المناعة لدى الإنسان، وبالتالي بيكون عرضة. ويمكن آخر تحليل وبائي في مصر إن 100% من عدد الوفيات كان نتيجة إن هم لديهم أمراض أخرى غير فيروس كورونا، فده سبب تاني. السبب الثالث إن ما زلنا في العالم كله وليس في مصر لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا، وبالتالي كل دولة بتتخذ بروتوكول علاجي وفقا لما تراه مناسب، فما نقدرش نحدد بروتوكول علاجي ونقدر نقول إن في دولة أعلى من دولة في معدل الإصابات إلا الأسباب شخصية أو أسباب تخص الشعب نفسه والسلوكيات الخاصة بالشعب، ويمكن اللي احنا قلنا عليها اللي هي الأمراض المزمنة أو إن الناس ما عندهاش وعي كامل بفكرة الفرق ما بين فيروس كورونا وفرق ما بين دور البرد الشديد يعني.